السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معي مرة أخرى في قناتي وقناتكم شهواتكم. اليوم إن شاء الله البنات غنتقاسم معكم الصابلي اللي شفتوا الصور ديالو في أول الفيديو. دائما كنحط لكم صور في أول الفيديو باش تكون عندكم هكا فكرة على الوصفة اللي غنقدم لكم. هنا البنات غادي نستعمل نصف العجنة اللي موالفة كنستعمل دائما، بإمكانكم تضاعفوا هاد المقادير ولا تستعملوا غير هاد المقادير اللي غنعطيكم. عندي هنا 125 غرام ديال الزبدة، نستعمل الزبدة لدة. عندي هنا واحد المعلقة صغيرة ما عامرش ديال الجلوكوز، كتبقى اختيارية، الا ما بغيتوش تستعملوها ما تستعملوهاش، غير كتعطينا الحفاظ على الصابلي والقرمشة حتى هي. عندي قبيصة ديال الملح، صاشي من سكر فاني، كأس الا ربع من زيت المائدة، وعندي هنا كاس يعني مخلط ما بين سكر كلاصي وسكر سنيدة، النصف ديالو سكر كلاصي يعني نص كاس سكر كلاصي ونص كاس سكر سنيدة. عندي هنا جوج الحبات ديال البيض، وعندي هنا واحد المعلقة كبيرة ديال الحليب نيدو المجفف، خديته وحمرته، كناخذ هكا الساشيو كنحمرها كامله في مقيله وكنديرها في واحد العلبه وكنبقى نهز منها هكا. بالنسبه للصابلي ولا شي حلوه ديال دواز اتاي باش يجيكم المذاق ديالها بنين، كتستعملوا فيها هذا الحليب المجفف، يكون هكا محمر في واحد المقيله على عافيه مهيله البنات، وكتبقاو هكا كتحركوا واقفين حداه، ما كتحيدوش من حداه حتى كتحصلوا عليه بهذا اللون الذهبي، هذا كيعطينا لون زوين للحلوه وكذلك المذاق اللي كيجي بنين بزاف. هنا عندي معلقه كبيره عامره مزيان، وعندي هنا بالنسبه للنكهه البنات غنستعمل هنا نكهه الناطه، دائما كنستعملها البنات في الصابلي كتجي زوينه بزاف، غنستعمل منها معلقه صغيره، وبطبيعه الحال الدقيق على حساب الخليط. غادي نبداو دابا نخدمو الصابلي ديالنا. غادي نحط هنا سكر كلاصي مع سنيده، وغادي نزيد فاني، وغادي نزيد الزيت، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى يندمجوا ليا. هنا البنات غادي نزيد النكهه ديال الناطه هكا معلقه صغيره ما عامراش، وغادي نزيد كذلك البيض، وغنزيد نخدم هاد العناصر مزيان مزيان البنات حتى نحصلوا على واحد الخليط بحال الكريمه. نبقى هكا نخدم. صافي البنات بعد ما حصلنا على واحد الخليط على هذا الشكل، ها نتوما كيف ما كتلاحظوا بحال الكريمه، بقيت هكا كنخدم فيه بهذه الطريقه حتى ما بقيتش كنحس بهذا الزبده محبه وبهذوك الحبيبات ديال السنيده دابوا ليا. صافي دابا غادي نضيف نيدو محمر كما قلت لكم، وغادي نبدا نزيد الدقيق على حساب الخليط. غادي نخلط هذا النيدو مع الزبده ونبدا نزيد الدقيق، كتبقى الكميه ديالو على حساب الخليط. صافي البنات هنا جمعت العجين ديالي وقسمته هكا على جوج، وغادي نديرو في البلاستيكات وندخلو في الثلاجة، وغادي نخليه حتى لغدا ان شاء الله ونتلاقاو باش نشكلوه. البنات بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح ليله كامله، غندوز دابا نبدا نسرح العجين ديالي ما بين جوج البلاستيكات كيف ما غادي تشوفوا معايا، وهادو هما المراشم اللي غنخدم بهم. غنخدم بهذا المرشم هذا دائري وهذا اللي اوفال، هذا ما غنرقوش بزاف حيت ما غنديرش وحده على وحده، يعني غنخلي غير كل وحده بوحدها، عاد غندير لهم التزيين. وغناخذ هاد جوج مراشم هادو، هذا الدائري وهذا السداسي،
حتى هما هادو غادي نرشم بهم، ولكن هذا غنديرو رقيق على هذا حيت هذا غنلصق وحده على وحده. كنرش فوق العجين واحد شويه ديال الدقيق صافي، وكنبدا نطلق العجين ديالي بالمدلف. صافي البنات، غادي نبدا نهز الصابلي ديالي بهذه الطريقه، كنهز من تحت البلاستيكه وكندفي، راه كيتهز بكل سهوله، وكيكون هذا هو السمك ديال الصابلي. هذا اللي غادي يكون غير وحده، يعني ما غاداش نحط وحده على وحده، كنديرو هكا ما يكونش رقيق بزاف كيف ما كتلاحظوا. صافي البنات، وغادي نحطهم في صفيحه الفرن اللي انا مفرشاها بورق الزبده. الفران دابا راه شاعله باش يسخن، كندخلوا الطاوه ديالنا البنات الفران اللي كيكون سخون مزيان، وكننقص العافيه. في الاول غادي نسخنوا على 180 درجه ونخليه يسخن مزيان بالماء. انا طبعت هاد اللاطه وعمرتها، ملي غندخل الطاوه غنقصوا ل 160 درجه صافي، ونخليه يطيب على المهل باش يجينا زوين. ان شاء الله نتلاقاو بعد ما نكمل الطياب ديال الصابلي. البنات بالنسبه للصابلي بعد ما طيبته جمعته في هذه البواطه، كتجمعوا في شي بواطه اللي كتسد مزيان صافي، وكتخليوه تقدروا ما تفينيوش كاع في نفس النهار اللي طيبتوه فيه. هانتوما الصابلي ديالنا ها هو كيجي هكا محمر كيف ما كتلاحظوا، كنحمرو. دابا غادي نبداو البنات الفينيسيون ديال الصابلي. غنبدا بهذا اللي غندير فيه المربى من الداخل، غندير ليه غنبدا بهذا الجزء الفوقاني، غندير ليه التعليكه من الفوق، وغادي ندوزو في كاوكاو كونكاسي اللي حمرتو ها هو هنا. بالنسبه لهاد التعليكه البنات ما حضرتهاش معكم، حيت ديجا كانت عندي موجوده في الثلاجه، كنت محتفظه بها، بقات ليا من واحد الصاب اللي كتصايبتو شحال هذا، وبقات ليا منه هاد التعليكه، راها ما كتضيعش، خليتها غير تحتفظوا بها في شي بواطه اللي تكون هكا محكمه الاغلاق مزيان باش تبقى لكم مزيانه. دابا سخنتها وها هي كنخدم بها، كتلاحظوا كيفاش كتكون. بالنسبه للمقادير ديالها البنات، فيها كاس ديال العسل، كاس ديال العنبه ديال العسل، درت معاه 16 قطعه ديال كنسخنوا بعدا فوق البوطه حتى كيغلي واحد شويه، وكنزيد عليه 16 قطعه ديال الشوكولا غالا مربع ابيض، كتضيفوا بيض ولا كحل على حساب، انا هنا ضايفه الشكلاط الابيض صافي. ملي كيدوب هذاك الشكلاط الابيض كنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الجليكوز، ومعلقه صغيره ديال الناطاج، وكنزيد النكهه. انا هنا زايده فيها البنات النكهه ديال الفاني مع النكهه ديال الناطه، هذوك اللي كيكونوا جيل، نفس النكهه اللي استعملت في الصابلي الناطه هي اللي استعملتها صافي. وديك الساعه نتوما الا بغيتوا تضيفوا اي نكهه لهاد التعليكه كتضيفوها ليها. البنات هنا غادي نصايب التعليكه ديال المربى اللي غندير وسط الصابلي. غندير هنا كاس ديال المربى ديال الحلويات، انا خدمت بهذا ديال المشماش. غادي نضيف البنات ربع كاس ديال الماء، ونص كاس ديال السكر سنيده، غنضيف كذلك واحد المعلقه ديال الجليكوز. الا ما متوفرش الجليكوز البنات بامكانكم تستغناو عليه، ماشي مشكل صافي. هاد العناصر كلها غادي نديرها على نار اللي تكون متوسطه مع التحريك المستمر، ما نغفلش عليهم من التحريك حتى يغلى ليا هاد الخليط مزيان ويتشكل كله الفوق فقاعات صافي. ديك الساعه كيكون جاهز، ونتلاقاو باش نكملوا بقيه المراحل. صافي البنات، بعد ما وجد ليا هكا المربى كناخذو هكا واحد شويه وكنديروه هنا في الوسط، وكناخذوا الحبه اللي متقوبه وكنلصقوا هكا صافي البنات. وكيجينا الصابلي ديالنا على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا صافي. غادي نكمل بهذه الطريقه
البنات دابا غادي نبداو هذا غنفيني وهذا الشكل الاخر اللي غنديرو بالنوكا. غندير هكا شويه ديال الشكلاط هو اللي غنلصق به النوكا بهذا الشكل صافي، ونحطهم هنا جانبا حتى تشد ليا هاد النوكا، عاد غنعمرو هاد الحفيره. هنا البنات عندي واحد شويه ديال الجلوكوز وشويه ديال الناباج، معلقه صغيره ديال الجلوكوز مع معلقه ونص هكا ديال الناباج، غادي نزيد ليهم غليتهم شويه فوق البوطه حتى سخنوا هكا، وغادي نزيد ليهم شويه ديال اللوز الفيلي هما اللي غنعمر به هاد الحفيره، وغنزيد شويه ديال هاد الفواكه المعسله هادو اولا هذيك لي سوريز الى عندكم، كتقطعهم هكا مربعات، غندير الخضر والاحمر باش نهرسو هكا شويه لوين. صافي البنات غنبدا نهز هكا واحد شويه، ديروا بمعلقه هكا ولا بايدكم، وغنبدا نعمر هاد الحفيره هادي. عندنا بعد ما عمرت هذا دابا غادي ندوز نعمر هاد الدائري، وعاد نكمل البنات راه باقا عندي كميه اخرى ديال الصابلي اللي غادي نكملها حتى نوريكم كيفاش غنعمر هذا باش نسد هذا الفيديو ان شاء الله. عندي هنا معلقه ديال الجليكوز مع معلقه ديال الناباج، غادي نزيد ليها كاوكاو كونكاسي اولا اللوز اللي عندكم، وغنزيد واحد شويه ديال النكهه ديال البيستاش غير شويه، غتعطينا اللون وغتعطينا واحد المذاق الزوين بزاف بزاف. البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي للصابلي ديالنا، كتلاحظوا كيفاش كيجي في المنظر ديالو زوين بزاف، كذلك المذاق البنات راه كيجي رائع رائع بزاف، غير جربوه بهذه الطريقه وبهذه المكونات، راه بنفس العجين حصلنا على اربعة تشكيلات بشكل مختلفه وبنكهات كذلك مختلفه. كيجيو لذادين بزاف، وكذلك المنظر ديالهم كيف ما كتلاحظوا كيجي غزال غزال بزاف. بالنسبه لهاد الصابله البنات اللي بالنوكا تقدروا ديروا اي شكل بغيتوا، عندكم اي شكل في السيليكون كتصيبوا ليه كتصيبوا به النوكا ديالكم، وكديروا على حسابه الشكل ديال الصابلي اللي غادي يجي معاه، وانتم لكم حريه الاختيار وحريه الابداع في هذا الصابلي. كذلك هذا اللي بالمربى راه كيجي زوين بزاف. بالنسبه لهذا البنات راه نفس المربى، زدت ليه شويه ديال النكهه ديال الفريز هذيك اللي كتكون جيل، زدت ليه شويه باش عطاني هذا اللون، وغيعطيني حتى المذاق مختلف. وها هما الصابلي كيفاش كيجي، وهذاك الكونفيتور ها انتم شوفوا راه كيجي قابط وكيجي لامع زوين. الصابلي ديالنا هذا كنديروه رقيق شويه، هذا اللي كيلصقوا وحده مع وحده. بالنسبه لهذا حتى هو وهذا الشكل هذا راه كيجي بنين بنين بزاف، وهاد النوكه كتجي لذيذه البنات، يعني بالرغم من السهوله في التصايب ديالها راه كتجي بنينه بزاف بزاف. نتمنى ان هاد الشكيلات يعجبوكم ان شاء الله البنات وتجربوهم، والا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليه لايك، كذلك تشتركوا بالقناه اللي مازال ما اشترك بها باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وجديد الفيديوهات. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده، مع السلامه.